عزيزي الرجل، هل أنت ممن يتذكرون العمل الخيري فقط في شهر رمضان؟ هل أنت على اطلاع بأعمال ونشاطات الجمعيات الخيرية المحيطة بك؟ لماذا اقتصرت العمل الخيري بالتبرع المادي فقط؟ ما السبب في فقدان الثقة ببعض المؤسسات الخيرية؟ وهل تعلم أن أي دعم بسيط من قبلك قد يساهم في إسعاد الملايين عزيزي الرجل؟ إعلانات، برامج تلفزيونية، حملات وشعارات، والهدف هو فعل الخير وتقديم العون للفقير والمحتاج. مشهد اعتدنا على رؤيته كل عام خلال شهر رمضان، والجمعيات الخيرية تتصدر قائمة الاهتمامات. البعض يستفزه هذا المشهد معلقاً بأن الفقراء والمحتاجين هم ليسوا فقط خلال شهر رمضان، وبأن فعل الخير يجب أن يمتد على مدار السنة، وبأن حصر المساهمات في شهر واحد يضر بالمؤسسات الخيرية التي تحتاج لدعم متواصل لتحقيق أهدافها، وخاصة أن أحوال الناس في العالم العربي تسوء عاماً بعد عام. البعض الآخر يخالف هذا الرأي معللاً أن شهر رمضان فرصة للتذكير بالمحتاجين، وأن ما يقدمه الناس خلال هذا الشهر يعوض النقص خلال أشهر السنة اللاحقة. يتعدد مفهوم العمل الخيري، وفيما البعض يحصره بالدعم المادي، إلا أن الجمعيات تشجع على أشكال أخرى من الدعم كالتطوع وإيجاد فرص عمل والتدريب، وبذلك كل شخص يستطيع المشاركة في العمل الخيري بغض النظر عن إمكانياته المادية، إلى أن يصبح العمل الخيري جزءاً من أسلوب حياتنا. أما بالنسبة لضيوف هالحلقة اللي رح بيشاركوني فيها بعزيز الرجل، نتعرف عليهم سوا. انضموا لإلي ضيوفي بحلقة اليوم من عزيزي الرجل. بدي رحب بالدكتور أحمد سيد سليمان. أهلا وسهلا فيك دكتور. بدي رحب أيضا بالأستاذ سعيد مبارك المزروعي. أهلا وسهلا فيك، وأيضا بالمعز بالله حمدتو. أهلا وسهلا فيكم، رمضان كريم وينعاد عليكم إن شاء الله بالخير وبالصحة. يا جماعة، هل صحيح بأنه معظم الناس ما بتتذكر العمل الخيري والعمل الصالح، أنه الإنسان يفكر بغيره إلا بشهر رمضان أكثر شيء؟ تدري من عندك؟ لا والله، الخيرين كثر، وأنا أفتكر أن بس شهر رمضان كونه شهر مميز له الطابع الديني أو الطابع المعروف، يعني دائما الناس تسعى في رمضان ببذل أقصى جهد، ولكن الخيرين موجودين على مدار العام. طب قديش بتحسوا بأنه وسائل الإعلام هي اللي عم تلعب دور بهالموضوع هذا، بتكثيف حملات العمل الخيري تحديدا بشهر رمضان؟ يعني بنشوف قديش الإعلانات بتصير للتبرع والزكاة، في حين أنه ليه ما بتكون كل السنة تنذكر العالم عطول بالعمل الصالح؟ نحن اللي بنتحمل هالمسؤولية برأيك؟ والله إحنا طبعا نعول كثير على وسائل الإعلام في نشر ثقافة التطوع أو ثقافة الدعم المادي للجمعيات الخيرية، التي هي تعتبر عبارة عن حلقة وصل ما بين المحسنين وبين الأسر المحتاجة،
اللي هي توصل لها كل المعونات. فاحنا نعتمد تماما صراحة أنه يعني فكرة أنه الإعلام بيتحمل جزء كبير جدا في مسؤول مفهوم العمل الخيري لكل الناس. نعم. قد ايه دكتور احمد بتعولوا على وسائل الاعلام؟ والله وسائل الاعلام طبعا لتدعمكم، يعني بتلعب دور كبير جدا في موضوع التبرعات وموضوع كفاله الاطفال المعاقين، ولكن انا بشوف ان الدور شويه قليل بالنسبه فيما هو موجه لذوي الاحتياجات الخاصه. يعني هناك دراسات بتقول ان الطالب المعاق تكلفته التعليميه ما يعادل من 70 ل 100 الف درهم سنويا. ديت التكلفه التعليميه. تكلفه الطالب المعاق بتعادل تعليم 7 عادي، 11 عادي. تكلفه الطالب المعاق بتعادل 11 طالب عادي. كيف بيقدروا الاهالي يتحملوا؟ فعشان كده بنخاطب ان وسائل الاعلام تدي اهتمام اكتر لموضوع الدعم الموجه لذوي الاحتياجات الخاصه. طبعا احنا في بلد الامارات، بلد الخير، بلد الدعم، بلد الدعم للمحتاجين. فياريت طبعا هو نداء من قبل القناه ان شويه يبقى في توجيه لذوي الاحتياجات الخاصه. ليش انتم ما عم تحاولوا تتواصلوا اكتر؟ والله احنا بنحاول نتواصل، بس يعني انا بعرف كتير في جمعيات كتير متخصصة بذوي الاحتياجات الخاصة عم تعمل نشاطات كتير كبيرة، لدرجة أنه صار الشخص بيعتقد أنه ما في غيره مركز لذوي الاحتياجات الخاصة. خليني أضرب مثلا مركز راشد لذوي الاحتياجات الخاصة، عم بيقوم بكتير من النشاطات لتسليط الضوء عليه لمركز راشد، في حين في مدارس أخرى العديد من المراكز ما فيهاش ناحية إعلامية. نعم ايه؟ صحيح، هو جاي يستقصر من المراكز إن ما فيهاش ناحية إعلامية أو ما فيهاش كوادر إعلامية تسلط الضوء على المركز دوت، ولكن مش معنى كده برضك ان احنا ننساها. يعني هناك العديد من المراكز اللي بتحتاج فعلا الدعم. والدعم طبعا انا بتكلمش ان بس يوجه لذوي الاحتياجات الخاصه، للجميع، بس انا بخص ذوي الاحتياجات الخاصه لانه مجال تخصصي. اكيد. والحديث الرسول عليه الصلاه والسلام انه رفع القلم عن ثلاث، منهم المجنون حتى يفيق، المعاق لا امل في الشفاء فيه ولكن هناك تحسن. ومن هنا انا بشوف ان الدعم اللي بوجه لليتامى اي نعم هو واجب وشرط أساسي، ولكن أنا بشوفه للمعاق بيبقى له أهمية أكتر نظرا لعدم إن هو مش هيرجع طبيعي، إن هو هيفضل من ذوي الاحتياجات الخاصة مدى الحياة. نعم. طب أنتم من وين عم تتلقوا الدعم؟ بشكل مباشر إلى المركز أما لا بيكون عن طريق جمعيات؟ عن طريق جمعيات هي اللي لا، عن طريق بعض الجمعيات، يعني زي مثلا مؤسسة خليفة تدعم بعض الطلاب، زي الهلال الأحمر بيدعم بعض الطلاب، زي صندوق الزكاة بيدعم بعض الطلاب، بيت الخير بيدعم بعض الطلاب، كذلك برضك جمعية الإحسان، جمعية الإحسان تدعم بعض الطلاب. ولكن هناك العديد من الطلاب برضك اللي بيحتاجوا الدعم نظرا للتكلفة العالية اللي أنا اتكلمت عليها في بداية الكلام مع حضرتك. نعم. بيت الخير من الجمعيات اللي بنحس كتير اللي راغب بالعمل الخيري أول ما بيخطر على باله، يمكن فورا بيخطر على باله بيت الخير. قد اعتمدتوا على الإعلام أيضا لقدرتوا تحصلوا على هالثقة بينكم وبين الحابب يعمل خير؟ إذا ما نقول والله نحن طبعا لقينا في هذا الجانب لابد أن نسعى، بس هي قضية تكلفة. تكلفة باهظة جدا، وكذلك شر ما تفضلوا زملائها في هذا الطرح. يعني أنا كذلك يعني أود من وسائل الإعلام أن تترك لنا حيز كل السنة، مش بس في رمضان. نعم بالضبط، كل السنة، وتعطي. نحن لا نطمع لأنفسنا، ولكن حنقول للجمعيات ككل وللجهات ككل اللي تعمل في العمل الخيري، لأن هذا الشيء الحقيقة لا بد أن نذكر به الناس، لا بد أن نكون مستمرين بصفة مستمرة لهذا الوضع، ونعرف. إذا ما عرفنا أنفسنا ما أعتقد أن الناس رايحين يلتفتون. طب أوكي، طالما نحن عم نقول أنه بشهر رمضان بيصير في تركيز كتير كبير باتجاه عمل الخير، هالتكلفة اللي بتجيكم برمضان هل فينا نقول أنها بتغطي بقية السنة اللي عم بيكون فيها تقصير مننا نحن؟ نحن نحاول لأن نبني خططنا على المبلغ اللي موجود على عدد الشهور السنة. يعني نحن اليوم رصدنا لرمضان 60 مليون فقط انفاق لرمضان، انفقنا منهم في بداية الحملة الآن للأهالي ككل، لأن نحن ما دخلنا في فئة عن فئة، لكن كل الفئات
نحن انفقنا ما يعادل 40 مليون حاليا، وال20 مليون رايح نكمل بهم رمضان الباقي، لان في احتياجات اخرى راح تدخل. وبتبتدوا من تبرعات رمضان تحضروا للسنه. نعم لبقيه السنه. هو المفروض ان رمضان ان اللي فات يكون ينتهي لا يلتقي عليه رمضان هذا خاصه بالزكاه. فنحن انفقنا السنه اللي فاتت حوالي 144 مليون. نعم جميل. ماذا عن جمعيه الاحسان الخيريه؟ طبعا احنا برضو نفس هو العمل في الجمعيات الخيريه ككل يعني ينضوي تحت منظومه واحده، فاحنا ما نجمعه في رمضان يتم تنفيذه في بعض المشاريع خلال العام وللعام المقبل. احنا زي ما يعني ما كان من العام الماضي تم صرفه حوالي 14 مليون درهم يعني في جمعيه الاحسان الخيريه على المشاريع اللي تمت كاملة من الحملة الصيفية، من مساعدات الأسر، من كفالة المرضى، من مشاريع رمضان بصورة عامة. فكل ما يتم تجميعه في رمضان يترك منه جزء للعام الماضي، وزي ما تكرم الأخ سعيد إنه بناء على استراتيجية أو دراسة أو بناء على ميزانية معينة بتحدد كل مشاريع خلال السنة. طيب خلينا نتابع تقرير حول جمعية بيت الخير وبعد أيام نرجع لنتابع. رسمت دولة الإمارات خطوطا عريضة في سجل الخير والعطاء للإنسانية جمعاء، حيث قدمت جمعية بيت الخير خلال مشوارها الطويل الكثير من المشاريع والبرامج. عندما بدأت الجمعية مسيرتها الخيرية عام 1989 وتوزع المساعدات الإنسانية على المستحقين من منطقة السلع والمرفأ غربا وحتى دبل حصن والفجيرة شرقا، كما أنفقت أكثر من 800 مليون درهم منذ انطلاقتها الأولى في مجال الخدمات الإنسانية. وصل عدد المستفيدين حالياً إلى أكثر من 5000 أسرة تقدم لهم المساعدات شهرياً، وإنفاق يفوق 104 ملايين درهم سنوياً، وعدد موظفين ومتطوعين يفوق 250 شخصاً. يسهمون في مساعدة الأسر من خلال المشاريع والبرامج التي تخدم هذه الأسر، مثل برنامج الأسرة المتعففة وبرنامج الطالب وبرنامج الصدقة الجارية وبرنامج الأيتام الذي يشتمل على كفالة ورعاية الأيتام وصندوق الأيتام. أما المشاريع الموسمية فهي المير الرمضاني والعيدية وزكاة الفطر والأضحية وزكاة المال والعديد من المشاريع الأخرى. أعمالكم أستاذ سعيد هالسنة بعد ما شفنا هالتقرير؟ نحن عندنا نقيم اليوم ونقيم الساعة قبل أن نقيم السنة. تقييمنا مستمر، نحن نمشي على نظم أو على أسس يعني إدارية بحت تقريبا من ناحية الإدارة. جميع موظفينا لهم يعني قوانين عمل، لهم أوضاع يعني ضمانة صحية لهم ولهم متطوعين كذلك نفس القضية. نرجع للعمل الخيري هذا، طبعا نحن كل أعمالنا مربوطة بالسيستم وبالكمبيوتر، كل العاملين ميدانيا يتم تقييمهم بواسطة الإدارة المالية. نعم. فنحن مجرد أي درهم ينزل يعني عطول يروح إلى الإدارة المالية تلقائيا، وفي هناك لجان معينة هي تقوم بجرد وتقييم العمل من خلال نحن نعرف لو وضعنا حصالة في مكان معين نعرف دخلها الشهري كم جابت. وإذا كان الأمر غير مجدي مع الكلفة العامة لتشغيل هذه الحصالة ولتشغيل هذا الكونتر اللي موجود في مكان معين نسحبه ونغير إلى مكان ثاني، لأن نحسب الكلفة الأخرى عليه. نعم. العمالة، النقل إلى آخره. ف
فهذا السيستم موجود عندنا، كذلك عندما يتم جرد هذه المبالغ أو اللي يورد للمبالغ عن طريق شركات يورد للبنوك، والبنوك كذلك عندها قصة ثانية في الجرد والحسب، ويرجعون للمحاسبين المراقبين اللي هم مع الجمعية. نعم. طيب كل سنة أنتوا أكيد بتحطوا برنامج معين، كل سنة بتوصلوا بطموحاتكم للي أنتوا كنتوا حاطينه؟ كل سنة بتقدروا تحققوا كل شيء كنتوا راسمينه بالسنة بشكل عام؟ فضل الله دائما. نعم دائما. شو اللي قدرتوا عملتوه هالسنة هيدا؟ والله السنة هذه نحن طبعا طموحنا سنة عن سنة يزيد، والسنة هاي طبعا الاعتيادي اللي هو نحن طبعا عندنا ما يزيد على 32,000 أسرة متنوعة طبعا، فيها الأرملة وفيها المطلقة وفيها اليتيم وفيها ذوي الاحتياجات وفيها كبير السن وفيها كل الفئات هذه الموجودة، ولكن نحن نمشي تقريبا شهريا بما يقارب 5,000 أسرة، هذه انتقائية طبعا، نحاول من المجموع العام نسقط وندرج من هؤلاء وجدد هناك يدخلون في الوضع. نظامنا السنة هذه نحن الصراحة حاولنا أن نبدأ بحاجة معينة تفرح اليتيم وأسرته، وهذا طبعا الأمر تذكرنا اللي هو يوم 19 رمضان، يعني هذا يعني إلنا تاريخ، هذا تاريخ عظيم جدا، تاريخ يذكرنا أفتكر مدى السنين القادمة أو المفات من دولة الإمارات، وهو طبعا المقفول له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، يذكرنا بعمل الخير. هذا الإنسان عمل خير لا يمكن أن ننساه، لا يمكن كل العالم أن تنساه يعني في أقطاب العالم، فلهذا السبب حاولنا أن نسير حملات عمرة، وأطلقنا على هذه الحملة اللي هي أنا واليتيم واليتيم وأسرته لتسييرهم للعمرة إن شاء الله على مدار العام اللي جاي إن شاء الله. نعم. أدي دكتور أحمد، إحنا لأن طبيعة عملنا شوية بتختلف عن الجمعيات الخيرية، هي طبيعة تأهيل المعاقين، وده معلش يعني حيرجعني ورا شوية اللي بدأت المركز عندنا من سنة 98، وإحنا بنرعى حوالي بنتدرج في رعاية الطلاب المعاقين لغاية دلوقتي، إحنا بنرعى حوالي 200 طالب من ذو الإعاقات الذهنية والتوحد والشلل الدماغي، وده خلينا نفكر ان احنا نتوسع في الخدمات المقدمه من المركز لهؤلاء الطلاب. ولذا كان القرار من رئيس مجلس الاداره السيد ناصر بن عزيز ان هو ببناء مركز على مستوى عالمي لخدمه هؤلاء الطلاب، ومن هنا اطلقنا حمله وانا بعد وياكم لدعم بناء هذا المركز. طبعا احنا الحمد لله رب العالمين انتهينا من الجزء الاول من الملاء بتكلفه حوالي 30 مليون درهم، طبعا بجهود ذاتيه، يعني هي التبرعات كانت ضعيفة جدا، اعتمدنا على الموارد الذاتية للمركز، وإن شاء الله في رمضان السنة دي بنحاول نعيد الكرة مرة أخرى إن احنا نعيد إحياء حملة وأنا بعد وياكم لدعم بناء المركز لتقديم خدمات متنوعة. بس مبلغ كبير هيك ما بيكفي بس لا احنا ذاتية، لازم تشتغلوا بعتقد إعلاميا أكثر من هيك، خاصة هلأ بشهر رمضان. صحيح صحيح الكلام، لكن أنا زي ما قلت لك إن طبعا يعني مقولة دايما الحق دايما مش محتاج إعلام قوي، طبعا هو الإعلام مساند، ولكن طبعا النوع هذا من العمل الناس بتعرفه. نعم لازم دعم بجمعية بين الخير هون. والله طبعا احنا عاملين احنا عاملين خدمة يعني كمان نعم. أو مش خدمة، هي طبعا إن احنا نفترض مثلا إن جمعية بيت الخير بتبني جزء من المركز، بينكتب باسم جمعية بيت الخير، باسم جمعية بيت الخير ان تم البناء على نفقة بيت الخير. نعم. حلو جميل جدا. جمعية الإحسان شو اللي قدرت حققته؟ طبعا كل سنة بيتم تقييم الأعمال بناء على السلبيات والإيجابيات، نعمل أكثر على إنجاح السلبيات في المواسم اللي بعدها. احنا السنة هذه صراحة من خلال يعني شهر رمضان المبارك حنطلق مشروع رمضان أمان. هو رمضان مشروع عبارة عن بوكس فيه إفطار لكل السائغين، يتم توزيعه عبارة عن 100,000 وجبة بالتعاون مع الشرطة في 5 إمارات، اللي هي إمارة عجمان وإمارة دبي وإمارة الشارقة وإمارة الفجيرة ورأس الخيمة.
الهدف منه توزيع 100,000 وجبة في على الساغين في الإشارات المرورية وفي المناطق المزدحمة تفاديا أو تقليل لحوادث السير الموجودة. المشروع هذا صراحة يعتمد يعني كان بس يأذن المغرب بطيروا السيارات. أيه احنا قبل الأذان يتم التوزيع بنسبة حوادث هون بتصير. أيه بتطيم مع هذه الأشياء على حسب دراسات موجودة في مش في الإمارات بس في جميع الوطن العربي على ما أعتقد إنه وقت الإفطار هذا هو وقت كارثي بالنسبة للناس. نعم. فمعتمدين بعد الله سبحانه وتعالى على جهود المحسنين فيه. الشركاءنا في النجاح هم عبارة عن مجموعات تكافلية اللي هي التطوعية في الإمارات المختلفة في دبي وفي الشارقة زي ما قلت وفي فرسان العطاء في عجمان وفي رأس الخيمة. نعم. طيب خلونا نتعرف سوا على جمعية خاصة برعاية الأيتام ولكن هالمرة حتكون من لبنان. منتابع ومنرجع. يكبر عمل الخير في مدينة صيدا في لبنان وتزهر سنابله مزيدا من النجاح يعود بالنفع على الفئات الأكثر حاجة. تعمل جمعية رعاية اليتيم في صيدا على توفير خدمات شاملة ومتكاملة للفئات الأكثر حاجة في المجتمع لا سيما الأيتام، إلى جانب الأطفال الذين يواجهون ظروفا اجتماعية واقتصادية قاسية رغم وجودهم تحت رعاية ذويهم، كما تعتني بالأطفال ذوي الحاجات الخاصة والصم والذين يعانون من صعوبات في السمع. مؤسسة جمعية رعاية اليتيم تأسست سنة 1952 فئة عن فئة 24 متطوع لبناء المؤسسة لتستقبل الأيتام والمعوزين. سنة 60 افتتحت كمدرسة دلوا 10 سنوات تشتغلوا فيها حتى وصلوا لافتتاحها، افتتحوها للأيتام فقط. 960 طفل بالمؤسسة بين حالات اجتماعية صعبة وبين أيتام وبين حاجات إضافية يعني إعاقة ذهنية وإعاقة بسيطة وبين صم وبين صعوبات تعليمية وبين حركة إعاقة جسدية. يعني تنشط دور الأيتام في لبنان خلال شهر رمضان لتجمع ما أمكنها من مساعدات للأيتام، كما تنظم الأنشطة والبرامج المتنوعة لترفيه الأطفال الذين قست عليهم الحياة وحرمتهم حنان الأبوة وعطف الأمومة. الطفل اليتيم إما الأب أو الأم أو الأم والأب سوا وما في عندهم مين يحضنهم. ساعات بكون في يتيم في الأم تحضن وعند الميول إنها تحضن، في بيكون يتيم الأب بيحضن مع عائلته بتحضن، بس ساعة اللي بيكون الولد تزوج الأب والخالي ما قدرت تحضنه أو فقله يقعد بمؤسسات رعاية اجتماعية لهالفئة هايدي ليكون مستقبلهم ناجح. هدف الجمعية أنه هالرعاية الصغار اللي عم ترعاهم أطفال صغار أنه يقدر يظهر ويصير شباب أو يصير صبايا يرفع من مستوى عائلتهم أو يساعدوا عائلتهم، ما ينتقموا على أهلهم لأنهم أموهم من عندهم حطوهم بالميتة. المساهمة في بناء شخصية اليتيم من خلال الاهتمام بالجوانب الصحية والتعليمية والتربوية بالإضافة إلى توفير سبل العيش الكريمة ليكون اليتيم فردا صالحا في مجتمعه أهم ما تطمح إليه الجمعية بالتضافر مع الكافل والمحسن من خلال مساهمته في هذه الجمعية لرعاية الأيتام. سعيد، لمين بتتوجهوا بشكل خاص؟ مين هي الفئة إذا فينا نقول اللي بتستفيد أكثر شيء من أعمالكم ومن دعمكم؟ والله هي جميع الفئات. جميع الفئات. جميع الفئات نعم تستفيد، ولكن كل فئة لها احتياج معين. يعني أنتم ما في تركيز منكم بشكل خاص على فئة معينة؟ لا كذا بنكون ظالمين يعني. نعم. فنحن نحاول نعطي الاحتياج لكل من ندرسه ونلقى احتياجه. يعني احنا دخلنا حتى في صيانة المساكن، دخلنا في تأثيث، دخلنا في علاج، دخلنا في كيف بتوصلوا لهدول الأشخاص؟ أما هن اللي بيروحوا بدوروا عليهم؟ في منهم اللي يتقدم بنفسه وفي منهم اللي يكون عن طريق صديق زميل جار. هاي الفئات المتعففة شوية اللي هي تستحي أو تخجل،
فجينا تليفون من فلان من الناس يتصل أو كذا ويقول والله أنا رأيت عائلة كذا كذا، فنحن نتحرك فيها. طبعا نحن عندنا ثلاث أفرع، في ثلاث أفرع اللي هي فرع دبي في دبي يغطي دبي ديرة والشارجة وعمان، وعندنا رأس الخيمة يغطي رأس الخيمة ومقيوين، وعندنا الفجيرة يغطي الساحل تقريبا ككل المنطقة الشرقية، يعني نقدر نقول من مسافي إلى دبا إلى الساحل حتى مدينة كلبة. ندير أربع مراكز لهيئة المكتوم متواجدة كذلك في حتى في السيلي على طريق العين وفي العوير المنطقة الوسطى وفي البرشة تقريبا. نعم. فمسحنا لكل الإمارات الحمد لله، من وصلنا لا يرد خايب إن شاء الله. نعم. وبالنسبة أيضا لجمعية الأحسان، هي أيضا تدعم فقط فئة معينة من المجتمع، بمعنى هل مثلا فقط مواطنين أم أيضا مواطنين ووافدين مثل جمعية بيت الخير؟ نحن صراحة بندعم كل الجنسيات. نعم. وكل في كل إمارات الدولة، يعني نحن نعتبر من ضمن الجمعيات القلائل جدا اللي بتستلم يعني بتستلم الطلبات من جميع إمارات الدولة. قليلة جدا، شو بتقصد بقليلة جدا؟ كل الجمعيات الخيرية معظمها هي تخصصية، مثلا في إمارة دبي ما بتاخذ أي ملفات من إمارات أخرى عدا جمعيات معينة. نعم. يعني دبي الخيرية محمد بن راشد، الهلال الأحمر في دبي ياخذ دبي بس ما ياخذ من الشارقة، أما احنا في عجمان فاحنا ناخذ من جميع إمارات الدولة، يعني من أقصى من الساحل الشرقي من إلى ومن وإلى. نعم. كل الحالات بتخضع لدراسة، بتعرض على لجان، بتستفيد من جميع الامتيازات الموجودة عندنا سواء كانت مساعدات مالية أو عينية أو طبية. نعم. هذا الشيء بينطبق على بيت الخير خارج الإمارات أم فقط في الإمارات أيضا؟ في الإمارات، وهي شعارها من الإمارات وإلى الإمارات. نعم، جميل جدا. هنتوقف مع فاصل بعدين نرجع نكمل موضوعنا. تم مؤخراً في الإمارات توحيد قيمة التبرعات بين الجمعيات الخيرية، إذ تقرر تحديد زكاة الفطر بعشرين درهم وإفطار الصائم بخمسة عشر درهم وكسوة العيد بحد أدنى 40 درهم. كما أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي منحت تراخيص لأربعين خيمة رمضانية لإفطار الصائمين، إلى جانب 200 خيمة تعدها الجمعيات الخيرية. وساهمت الدائرة في تحويل المساعدات التي تقدمها بعض الجمعيات إلى 40 دولة عن طريق البعثات الدبلوماسية في الخارج، إضافة إلى إفطار الصائمين في هذه الدول. وقد أعلن مؤخراً أن مشروع بوابة إمارات الخير المعروف بالربط الإلكتروني للجمعيات سيرى النور في أكتوبر المقبل، والذي يهدف إلى تحقيق عملية التكامل والتنسيق بين المؤسسات الخيرية في منظومة العمل الخيري والعمل برؤية ومعايير موحدة. دكتور، هل الدعم اللي بتتلقوه هو مقتصر فقط على الدعم المادي؟ احنا طبعا الدعم بتاعنا بينقسم لنوعين، في الدعم المادي اللي هو موجه للطلبة المحتاجين والغير قادرين على الدفع. أوكي. وفي الدعم اللي هو مثلا مواد البناء لتكملة بناء المقر الجديد للمركز. هذا بيكون عن طريق مين؟ عن الأهل الخير المتبرعين. أهل الخير. قد نستقبل. أوكي. مثلا حديد، أسمنت، أي أجهزة تخص ذوي الاحتياجات الخاصة خاصة بالتأهيل، دي ممكن بتساعد في موضوع البناء وتسريع البناء وتسريع الخدمات ورفع كفاءة الخدمات. فإحنا الدعم بيتراوح ما بين المادي وما بين مواد بناء وأجهزة التدريب لذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. طب هل الدعم الرسمي هو اللي بتعولوا عليه أم أنه نحن الأشخاص العاديين اللي بنتبرع بشكل يعني بخلال السنة هيك ممكن يكون من خلال مبالغ كتير صغيرة مفيد أيضا، أما لا أنتوا اعتمادكم على الدعم الرسمي اللي بيجي من الجهات العليا أكثر؟ نقدر كل من أعطانا درهم. الدرهم بيلعب دور. آه، يلعب دور. درهم على درهم فهذه. صحيح. نعم. ولكن الدعم الرسمي، الدعم الرسمي طبعا يهمنا جدا حتى وإن كان معنوي، لا نتكلم عن المال هنا، نتكلم عن دعم حكومتنا معنويا كثير هم منا وكثير واقف معنا، يعني صراحة يعني ابتداء من
صاحب السمو رئيس الدولة أو صاحب السمو نائبة أو حكام الإمارات أو أولياء العهود، سمو الشيخات، الصراحة سمو سيدات الأعمال، رجال الأعمال، كل يعني واحد عم يلعب كل واحد دور. يلعب دور. نعم. ولكن إحنا عندنا شركاء رئيسيين مثال الإسلامي الخيري، طبعا هذا أحد الشركاء الرئيسيين، وهيئة المكتوم الخيرية هم الشركاء الرسميين تقريبا اللي هم الداعمين الرئيسيين. أما باقي الدعم طبعا من رجال أعمال ومن فئات مجتمع ومن مؤسسات، وطبعا هذا هو دخلنا يعني الأساس. هذا أيضا ينطبق على طبعا جمعية الإحسان، أنه نعتمد تماما على الصدقات والهبات والتبرعات، بالإضافة للتبرعات مع الشركاء الرئيسيين مثل مؤسسة دبي للأعمال الإنسانية والخيرية، مصرف عجمان، الجهات اللي لها وضع في إمارة عجمان أو في الدولة بصورة عامة وتشارك معنا. احنا صراحة دائما نسعى لتوفير ما يغطي حاجة المتقدمين لطلب المساعدة. نعم. طب حابة ركز الضوء هيك على موضوع بغاية الأهمية، الغرب عندهم نوع من أنواع الثقافة، ما بعرف ثقافة العمل التطوعي قديش عنا تعتبر من الثقافات التي تعمم اللي عنا إيمان فيها، قديش برأيك ثقافة العمل التطوعي؟ أنا أكلمك برضك في مجال تخصصي، إن إحنا كمركز العين لرعاية وتأهيل عملنا برنامج المتطوع القيادي مع العديد مع جامعة الإمارات مع كلية التقنية بالعين، وفي الحقيقة اللي إحنا لقينا إقبال ما كانش متوقع في موضوع العمل التطوعي في الإمارات هنا، يعني لقينا إن في كتير بيحبوا يجي يقدموا ساعة ساعتين كمرافق لطفل أو كمساعد معلم لمدة نص يوم أو ساعة. مين هن هدول الأشخاص؟ دول بتحس عندهم هيدي الجامعة. اللي أنا لاحظته في طلبات بيجوا الجامعة. منهم لحالهم أم إنه لا الجامعة اللي بتكون عاملة هالبرنامج؟ إحنا بنعمل يوم مفتوح في الجامعة تحت زي ما قلت لك تحت برنامج المتطوع القيادي، وبنقل إقبال، يعني هو ناحية يعني شخصية إن الطالبة أو الطالب هو اللي بيجي يسجل عندنا من غير ما الجامعة بتوجه، لا يعني ناحية شخصية، وفعلا لقينا إن الطلاب اللي بيجوا دول فعلا عندهم سمات قيادية. يعني عندهم سمات قيادية وعندهم سمات شخصية أعلى من اللي ما بيجوش للتطوع. نعم. يعني أنا سعيد درست برا وكنت شوف دائما كتير من زملائي منهم لحالهم هيك بتيجي تقول لهم وين رايحة وين رايح، ايش بقول لك أنا رايحة على المكان الفلاني، أنا في عندي دائما كل يوم أو بالأسبوع أربع مرات بروح بعمل هيدي الشغلة. نعم. هيدا بتسمعها كتير عنا ما كتير بتسمعها، يعني هون بنقول مثلا لما بمجرد ما تذكر تبرع مش بيقول لك فورا بيخطر على بالك فلوس، بدك فلوس اوكي خد فلوس، لا مش الموضوع بس فلوس. نعم. تبرع لي بشي تاني انت بتفهم فيه ممكن يستفيد فيه اي طرف عنا، ليه هالثقافة مش عم تعمم بطريقة كتير كبيرة؟ والله يعني هي هذه رغم انه نحن هيدا من اساس ديننا من اساس ديننا. نعم. نعم. هذا هو البغزة، ابتعدنا شوية عن الموضوع هذا والواجب هذا. طبعا شرما تفضلت حضرتك قلتي قضية المادة والفلوس أنا بدفع وانتهت العملية. العملية هي ارتباط يعني بدينك، ارتباط بإنسانيتك أكثر عما تكون هي قضية ارتباط بمبلغ. نعم. يعني في من الناس يقدم المبلغ ويحضر لي القيام بشيء معين، يعني يقدم مقترح، يقدم مشورة معينة وهو على مستوى كبير في البلد، يعني ليس لا نستقل بهذه المستويات الكبيرة. يعني اليوم هذا أمثال جمع الماجد الذي هو رئيس لمجلس إدارة جمعية الخير ومؤسسة، يعني يعمل عمل تطوعي، عمل تطوعي ويعمل بنفسه يتحرك من مكان إلى مكان، يعني المدارس الأهلية، كلية الدراسات العربية الإسلامية، وينفق على هذه من غير جمعية بيت الخير. طبعا بيت الخير هو راس دلها، يعني تقريبا مبنى يعني يغطي جزء من الإدارة، وأخوانا أعضاء المجلس كذلك نفس الشيء. نحن الصراحة استقطبنا فئة أخرى، في عندنا أبناء لإخواننا الوافدين الموجودين، هم جزء منهم طلبة جامعات، هذول الطلبة استقطبناهم لعمل تطوعي بمكافأة،
بطل تطوعي كأنه هيك. والله اليوم هذا ما نقدر. هذا العمل التطوعي ممكن ينربط أيضا بفلوس وهيك صار بمقابل. مش العمل التطوعي من غير مقابل. لا والله مش نتكلم عن كلام أن هذا احتياج سيارة نقل من مكان من وإلى إلى جامعته كتبه. يكون الأسرة مرهقة، الأسرة عندها 3-4-5 والراتب يكون ما يغطي الأسرة هذه زين، فنحن نتكفل بإعطاء جزء من هذا المبلغ وجزء نغطي دراسته كذلك في الجامعة. يعني ندعمه هنا وهنا. إذا كان نوع من أنواع التشجيع. بالضبط أنواع التشجيع، وهو وهم هؤلاء الشباب الحقيقة جدا يعني طموحين في العمل وواظبين على العمل ولا عندهم أي إشكالية. كيف بيكون؟ كيف بيكون؟ شو بيجوا بيعملوا مثلا؟ عندنا في الحصالات، عندنا في التحصيل، عندنا في الجرد، عندنا في كل الأعمال هذه. نعم. إيه نعم نعم نعم. طب خلينا نشوف تقرير حول جمعية الإحسان الخيرية وبعديها نرجع نكمل أكيد ده موضوعنا ونسلط الضوء عليه أكثر. رسخت جمعية الإحسان الخيرية في عجمان منذ تأسيسها في عام 1990 بصمة متفردة في العمل الإنساني والاجتماعي، وهي لا تزال تتشبث بدور كبير في دعم الأسر الفقيرة والمتعففة ومساعدة الأيتام وكفالتهم وتقديم العلاج والكشف الطبي من خلال مجمع الإحسان الطبي، مع تقديم حزمة برامج ومشاريع خيرية وإنسانية تستهدف الفئات المحتاجة، أهمها المشاريع الرمضانية وكسوة العيد وكفالة الأسر والأيتام وكفالة طالب العلم، بالإضافة إلى مشروعي الحملة الصيفية والحملة الشتوية. في شهر رمضان المبارك تزداد ملامح العطاء والعناية بالمحتاجين، إذ توزع الزكاة على مستحقيها من الأسر والأيتام ومن تقطعت بهم السبل تحت إشراف الجمعية، ويستفيد أكثر من 1800 أسرة و 4200 يتيم من توزيع الزكاة والصدقات، كما توفر الجمعية عمرة البدل لغير القادرين على تأدية مناسك العمرة كالمرضى وكبار السن والعاجزين، كما تقدم المساعدات اليومية للأسر من النساء والأطفال لأكثر من 500 أسرة يومياً، وترعى المحتاجين والمعوزين شهرياً، وتمد لهم يد العون من خلال توفير المواد الغذائية ل1600 أسرة إلى جانب مساعدة مالية شهرية بحدود 1000 درهم للأسرة الواحدة. وكل من على هذه الأرض الطيبة يسعى إلى عمل الخير بشتى الطرق. دكتور أحمد، بعد ما تابعنا تقرير حول جمعية الإحسان، أيضا إلى أي مدى بتعتمدوا على العمل التطوعي وإلى أي مدى بتشجعوا عليه مثل ما أيضا بيت الخير؟ نحن صراحة في جمعية الإحسان نستفيد كثير من العمل التطوعي صراحة، لأنه هذه بذرة بازرة سمو الشيخ عبد العزيز بن العين النعيمي، هو الأمين العام لجمعية الإحسان ومن المؤيدين لعمل التطوعي، نستفيد منهم صراحة في التوزيع. عندنا مشروع اسمه برنامج التوزيع اليومي، نوزع فيه ونستهدف 500 أسرة يوميا، هذه على مدار الفترة من الساعة 5 إلى الساعة 7 يتم توزيع المواد الغذائية سواء كان حليب أكل جاهز. على مدار السنة؟ على مدار السنة يوميا بصفة يومية حتى أيام الجمعة والسبت، وهذا العمل يقوم فيه كل من متطوعين. حلو. نعم. بالإضافة لاستفادة بيجوا منهم لحالهم دكتور أحمد؟ بيجوا منهم لحالهم ونحن بيعمل. أما كمان في أمور تشجيعية؟ لا بدون مقابل، هذول الشباب زي ما تفضل الدكتور أحمد إنهم هم معظمهم شباب من الجامعات، بيدخلوا على الفيسبوك تبع موقع الإحسان الصفحة الرئيسية وبيجوا بيستفيد منهم في رمضان، كمان الآن شغالين المير الرمضاني يعني يعملوا معنا يدا بيد بدون مقابل، نستفيد منهم أيام رمضان في التوزيع لزكاة الفطرة لكسوة العيد لعيدية اليتيم، وهلا يكونوا معنا كأنهم يعني كبنيان بيلبسوا لبس خاص بالتطوع وبيجوا بيتعاونوا معنا تعاون جميل. زي ما ذكرتي سابقا إنه إحنا كمفهوم للتطوع ينبغي أن يسلط عليه الضوء أكثر بالنسبة لكل فئات المجتمع.
طيب مثلا هلا اللي عم بيتابعنا وحابب انه فعلا يعمل شيء، كيف ممكن يتواصل ليكون موجود معكم؟ نحن طبعا جمعية الإحسان الخيرية اللي هي مقرة في عجمان، عندنا قسم خاص لاستقبال طلبات التطوع، بيقدم عليه الشخص. تشترطوا بعض الأمور تكون موجودة بالمتطوع؟ أكيد طبعا، يعني صورة جوازه وحسن سير وسلوكه، شيء موجود بشخصيته مثلا. طبعا شوفي صراحة اللي بيجوا بيتطوعوا دائما هم ناس على قدر من الثقافة والفهم. أوكي. يعني ما بيجوا سايب، بيجون الناس على قدر الثقافة والفهم وبيتداركوا ويفهموا ما مطلوب منهم وما يعني شو لهم وشو عليهم. ايوه شو لهم وشو عليهم صراحة. نعم. واحنا نشكرهم كثيرا يعني، ونتمنى كل الثقافة تتطور بهذا المعنى انه كل الشباب يحاول دائما يتطوع. الان احنا برنامج رمضان امان كمشروع اعتمادنا بعد الله سبحانه وتعالى والقيادات الشرطية على الفرق التطوعية الموجودة في الامارات الخمس. نعم. أستاذ سعيد كيف ممكن اللي حابب يتطوع عليكم موجود أيضا معكم؟ نحن طبعا على جميع وسائل الإعلام موجودين، سواء المقرية أو الإلكترونية أو إلى آخر موجودين. ما في نساء بيجوا بيتطوعوا؟ نعم. نساء في؟ نعم. بشو؟ نحن بدون نساء لا نستطيع أن نعيش. النساء أكثر من الرجال بيتطوعوا فعلا زي ما عم بيقول هلا بتقليلي. نعم في نساء. نعم كثر، ولكن نحن عندنا شو بيجوا شو بيكونوا جايين عندهم رغبة يعني؟ تقريبا نستقلهم في قضية المرافقة، قضية الفعاليات، قضية يعني التحرك من وإلى ساعات لبعض الفئات النسائية اللي موجودة، لأن النساء لابد أن ترسل لهم نساء. يعني هذا اللي نستفيد منهم فيه، وفي نفس الوقت نحن عندنا بعض الاشتراطات. أني أنا ما أدخل متطوع إلا أنا محتاج له أن يعمل لي حاجة. كذلك نحن نستفيد من بعض المتعلمين سواء كانوا على مستوى أطباء أو مهندسين أو يعني محاضرين في بعض يعني يكونوا بعض المواد اللي نحن نحتاجها نستغلهم فيها يعني، ويكون برامج بيننا وبينهم وهم يجون متى ما طلبنا. نعم. طب مزبوط دكتور، يعني اضطرت انت لنقطه كثير مهمه. ليه دائما لما بنقول عمل خيري بيخطر على بالنا دائما، او عمل تطوعي بيخطر على بالنا المراه، في حين الرجل ممكن بيقول لك خذ مصاري وخلص. لا هو طبعا تهدوري هون المراه كانه عندها جلد اكثر. جلد اكثر قد يكون بردك وقت الفراغ، الراجل مشغول معظم الوقت في العمل، وحياتك مشغولين زينا حياتك. يعني جاي طلبة الجامعة الرجال مشغولين، ده تفسيري أنا للموضوع. لكن أنا بس أضيف على كلام الإخوة أن العمل التطوعي في الإمارات بدأ يأخذ منحنى عالي. يعني أنا في حدود علمي أن هناك مؤتمر سنوي بيحقد في أبو ظبي اليوم العالمي للتطوع تحت رعاية الشيخة فاطمة. تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة في سنويا مؤتمر للتطوع بتعمل في أبو ظبي، وأنا بنادي حتى يعني اقتراح للجمعيات يعملوا جروبات للتطوع. يعني في أتوقع أن في أبو ظبي بردك في حدود علمي في تكاتف بتقوم بمهام كبيرة جدا، حتى في الحفلات الأعمال الخيرية بتقوم بيها. فممكن تحت مسمى معين يعني جمعية بيت الخير تعمل جمعية مثلا حاجة خاصة للتطوع فيها ومسمى معين لموضوع التطوع. كذلك دار الإحسان ممكن تعمل جروب للتطوع شغلها تطوع تحت مسمى معين برضه. يعني حتى أنا بشوف تكاتف الشرات بتاع التكاتف عليها لهم منظر معين، لهم هيئة معينة، فده حتى بيشجع الآخرين على موضوع التطوع. حتى الأطفال أستاذ سعيد، الأطفال يعني هيدي شغلة حلو نزرعها بولادنا. يعني أنا مثلا بحب أنه ابني أخده علمه ازرعها فيه كيف هيدي، كيف ممكن يكون مع الأيام قادر على أنه يقوم بالأعمال التطوعية بكل سهولة. ليه ما بتشجعوا حتى الأطفال؟ نحن شجعناهم وجبنا نوع من الحصالات الخاصة بالأطفال، عملناها صغيرة يتعلم كيف التحصيل فيها وكيف يتواصل. لا ميدانيا قصدي بطريقه او باخرى مع الايتام مثلا. مع الايتام يحضرون. أوكي. يحضرون. نحن في فتره من الزمن قبل 3 سنوات عملنا تجميع ل 2000 يتيم في حديقه الخور، وجو الكافلين مع اولادهم والتقوا بهذول وصاروا انهم يندمجوا معاهم في اللعب وفي كذا يعني. يمكن لأنه اليتيم بحاجة أكثر من فلوس، بحاجة نشوف طفل مثله عم يلعب معه أو هيك. والنساء انخرطن مع النساء الأخريات الأرامل وصارت حديث بينهم
وبدا يعني الوضع فيه ارتياح كثير، واعطيناهم جبنا لهم الالعاب المفتوحه وحصرنا منطقه معينه بحيث ان لا احد منهم ينفقد يساره اليمين، ووضعنا هذا الموضوع، وكانوا تقريبا ما يقارب ال100 موظف ومتطوع مشرفين على هذه العمليه. لكن واجهتنا خطوره تحرك الايتام من والى الامارات الاخرى. اول بادي انت لازم تراعي الليل لما يتحركون فيه، وهي تكون باصات كبيره وطويله، فنحن كسرنا هذا الموضوع الان ان نعمل الاحتفالات على مستوى ضيق او صغير في كل اماره من الامارات سنويا. ما بيكون في تعاون مع المدارس بهيك موضوع؟ احنا عندنا تعاون صراحه مع المدارس، والان في شهر رمضان حابين التعاون مع الطلاب الثانويه بالذات، على اساس انه العمل التطوعي في العمل الخيري. بس أضيف نقطة، إحنا السنة اللي طافت كان في مشروع أمان نفس الشيء، كان عندنا أصغر متطوع ساهم معنا في مشروع رمضان أمان لمدة شهر كامل، كان يجي عمره 5 سنوات يا الله، وتم تكريمه من قبل سمو الشيخ عبد العزيز بن علي النعيمي إنه هو المتطوع الصغير الوحيد، يعتبر أصغر متطوع ساهم في هذا العمل. وعندنا بيجي كل يوم هيك يومياً لحاله، بيجي مع أهله بيجيبوه، كان يعني يلبس، يعني انطباعه كان جميل جدا عن العمل الخيري، انطباعه جميل جدا عن ما يقدم العمل، لا كان يتعب لا كان يميل لا كان يسهل. اعتقد الاهل هون بيلعبوا دور اكيد طبعا، وحتى في مجله حصاد عندنا طفله كانت بربغه سمو الشيخ عبد الله بن علي النعيمي، كانت توزع البوكسات هذه على الطريق. حلو. برضو كانت بطفله صغيره، يعني احنا الحمد لله والشكر لله نهدف في جمعيه الاحسان للعمل التطوعي بصوره كبيره، لأنه هو ادخار للموارد. جميل. مشاهدينا خليكم معنا فاصل، وأكيد رح نرجع نكمل سوا موضوعنا. تحية لكم من جديد. دكتور، كثير من الناس فقدت الثقة ب أرجع هلأ للجمعيات الخيرية، فقدت الثقة بالجمعيات الخيرية نتيجة يمكن الظروف اللي مر فيها العالم بشكل عام، وكتير أنه من الجمعيات الخيرية كانت عبارة، مش عم بحكي أكيد لا عن بيت الخير ولا غير، لكن بالعالم كانت غطاء لكثير من المشاريع الأخرى، فصرت أنا كشخص متبرع أو داعم فضل أجي لعندك أنت دايركت وأعطيك الفلوس على أني ألجأ لجمعية أو أعطيهم الفلوس وما أعرف، أو لمركز مثلا ما أعرف وين فلوسي عم بتروح. هذا الشيء مزبوط ولا لمستوه كمركز بشكل عام وكمركز بشكل عام؟ طبعا ملموس. ويمكن أنت زي ما تفضلت وقلت أن مشاكل حصلت من خلال بعض الجمعيات اللي بتلم تبرعات، المتبرع مش عارف بتروح فين. ولكن زي ما تفضل الأستاذ سعيد أثناء الفاصل أن المتبرع الأصول بياخد وصل ويطمن أن الفلوس دي رايحة فين. يعني أنا كمركز لذوي الاحتياجات الخاصة اللي بيجي يتبرع لي عشان بناء المركز الجديد، بقى أقول له تعالى المركز أهوت، وأوري له أن تبرعك رايح للحتة الفلانية واسمك هينحط في اللوحة الشرفية للمركز في الحتة ديت. فلازم يكون في شفافية ومصداقية أن الفلوس راح فين، مش مجرد أن واحد رايح بيتبرع بجزء من المال ويمشي، لا لازم يتأكد، لازم يتأكد ويشوف. وطبعا هي كلمة يعني الفلوس مصروفة في الخير، حتى لو كانت مصروفة في الخير لازم نتأكد ان رايحة فين في الخير دوت. لازم نتأكد اللي رايحة فين. حتى الجمعيات الخيرية ايضا لعبت كتير دور بتوعيتنا نحن بانه يا جماعة لازم تكونوا عارفين فلوسكم وين رايحة. هيدا الدور انتو كنتوا عم بتقوموا فيه ايضا. نعم، نحن كان زمان كان القول يقول اعط بيمينك لكي لا تعلم شمالك، وهذا الكلام هو مطلوب، ولكن هذا الامر لا اصبح من الماضي. هذا الكلام عندما تعطي شخص معين أنت تعرفه وقريب إليك، جارك كذا، والشخص هذا أنت عارف إنه 100% شخص مسن شخص كذا، هذا أوكي، لكنك أنت تبغي أنك تعطي شريحة من المجتمع فلا بد أنك أنت تعطي جهة ثقة. ثقتنا تبدأ أو ثقة الناس تبدأ من مجلس الإدارة. من هم في مجلس الإدارة؟ من هم في إدارة الجمعية؟ كيف نظامها المالي؟ النظام المالي هذا التي تراجعه وزارة الشؤون الاجتماعية، ونحن كذلك داخلين في وزارة العمل جزء آخر، داخلين في المدقق الخارجي، الهيئات اللي تتعامل معنا،
كلها لها سنويا لها ضوابط معينة في رفع الكشوف ورفع كل فهذه العملية طبعا نحن لا نصرف نقدا، نحن صرفنا يكون دائما نقدي بشيكات محررة ولازم تصل بأسماء أشخاص معينين اللي هم مستحقين لهذا الموضوع. والمدققين لدى يعني نحن عندنا 10 بنقول أعضاء مجلس إدارة كل واحد عنده مدقق لما ترفع له الكشوف، زيادة على هذا المدقق الخارجي المدقق الداخلي. نعم. فما في أفتكر أن يعني إنسان يبقى يحط في ذمته حاجة، فمن حطه في ذمته عطف لان وخلاص انتهت العملية، فما أعتقد أن هذا الأمر أصبح اليوم هذا نافع. أفتكر اليوم الدولة عملت جهات رسمية مؤسسة رسمية تستقطب كافة التقارير من كل جمعية ومن كل جهة وتدقق فيها وتعملها شبه تحصيل عام للدولة. نعم، يعني في حالات نصب كتير كبيرة، أنت كنت عم تقول لازم أنا أعرف حقوقي أنا كدعم. نعم. كمان أنا من حقي أعرف فلوسي وين رايحة ومين الأشخاص اللي استفادوا منها، كيف لازم أعرف أنا مين هدول الأشخاص؟ مين جمعية بيت الخير؟ مين مركز الإحسان؟ بالمناسبة المحسنون والمتبرعون أصبحوا على وعي تام بما يجري ما حولهم، وعندهم صغة في الجمعيات الخيرية اللي بتقدم بمضمون صحيح. نحن صراحة عشان نعزز الصغة ما بيننا وما بين المحسن أو ما بيننا وما بين الشركاء يتم يعني إعلام المتبرع أو المحسن بتغرير شامل كامل مصور، وفي بعض المرات بندعوه للمشاركة معنا في التوزيع، مشاركة معنا في فرحة اليتيم، بيكون من مداخله هو. فجدا بعض المحسنين يعني يحترموا هذه الأشياء، وأصبحت بيناتنا وبيناتهم في صيغة كبيرة في هذه الأشياء. يعني نعتمد تماما على التقارير فعلا، بمدهم بكشوفات بالأسماء بالجنسيات بالأعداد بالتلفونات، حتى لو أنت صاحب محسن وعاوز تتأكد تتصل تلفون بأي واحد منهم أنت في كذا أعطوك كذا. هذه أشياء بالعكس نحن في صالحنا، نحن بنعمل شغل الآن في جمعية الإحسان مع الكفلاء، كفلاء الأيتام. هذا الدور بقوم به أنا شخصيا بتكليف من المدير التنفيذي، بختار عشوائيا بعض الكفلاء، كيف أخبارك سلام، شو رأيك في التقرير اللي وصلك، الكفيل اليتيم، جدا صراحة لقينا إقبال منهم ولقينا دعم منهم معنوي بالكلمات، يعني أعطانا إحساس إنه إحنا صح في الخطة الصحيحة ولا بد أن نزيد في هذه الأشياء. لكن برجع إنه الصيغة تبنى عن طريق ما التقارير والتواصل الصحيح. طب في جمعيات بتشتغل مش مرخصة هيك والله نحنا عملنا جمعية وقاعدين عم نساعد الناس؟ في لا كله لازم يكون مرخص. الآن حتى اللي حاولوا أن يعملون هذا في ضوء في هناك جهات مختصة وتراقب هذه الجهات وتضبط وتلقى نهائيا يعني وما يكون لها دور يعني. في ناس حاولت. طيب خلينا سوا نتابع تقرير حول مركز العين للرعاية والتأهيل وأكيد لنا عودة. تأسس مركز العين للرعاية والتأهيل بجهود ذاتية بداية عام 1999 في مدينة العين في الإمارات لتوفير خدمات الرعاية والتأهيل لفئات الإعاقة المختلفة. هدف المركز إكساب الطلبة العديد من المهارات الابتكارية من خلال المشاركة الفعالة في الأنشطة المختلفة التي تركز على تعزيز القدرات، إضافة إلى المساهمة في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع بالشكل الأمثل من خلال إشراكهم في مختلف المناشط التي تعزز قدراتهم وتبرز مهاراتهم. يقدم المركز خدماته مجانياً سنوياً لما مجموعه 13 طالباً من العوائل المحتاجة والمتعففة. وصل عدد المستفيدين من خدمات مركز العين للرعاية والتأهيل إلى 200 طالب وطالبة، منهم 150 من الذكور و50 من الإناث و90 منهم من أبناء الدول العربية، وتتراوح أعمارهم بين 34 عاماً. يتلقون برامج تأهيلية وتدريبية تركز على تطوير قدراتهم ومهاراتهم.
ورغم اختلاف الإعاقة إلا أنهم ذوي الاحتياجات الخاصة وبصوت واحد ومطلب واحد، بحاجة إلى تأهيل شامل يخفف معاناتهم وإعاقتهم التي تحتاج إلى رعاية خاصة ومختصين في الرعاية بالقرب من أسرهم وذويهم. شو هي رسالتكم؟ شو بتحب انك تتوجه لكل مين عم بيتابعنا من خلال عزيز الرجل؟ والله احنا متوجه رقم واحد طبعا زي ما حضرتك تفضلتي ان المحسن او المتبرع لازم يعرف تبرعه رايح المكان الصح، ما بيتلعبش بيه، ما بيتخدش المصلحة اي شخص تاني. النقطة التانية وفي مجال عمل انا ان بناشد اصحاب الايادي البيضاء والمحسنين من هذا البلد الكريم المساهمة في بناء المقر الجديد لمركز العين للرعاية والتأهيل اللي هيخدم حوالي أكثر من 500 طالب. هيكون بالعين أيضا؟ في العين نعم. بالعين نعم. نعم هيخدم أكثر من 500 طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة، من ذوي الإعاقة الذهنية أو التوحد أو الشلل الدماغي. الرسالة الثالثة موجهة للإعلام إن هي جايز في بعض المراكز أو المدارس اللي هي بترعي ذوي الاحتياجات الخاصة ما عندهاش الكادر الإعلامي اللي تقدر تغطي إعلاميا المكان نعم. فبناشد الإعلام برضك إنهم يساعدونا إنهم يدوروا على المراكز ديت زي ما تدورتوا علينا وتبرزوها إعلاميا واحتياجاتها ومناشدة أهل الخير إن دعم مثل هذه المراكز أو والطلاب اللي هم المتعسرين في موضوع الدفع نعم. نشاطكم هلأ برمضان لعملتوه شو هو؟ أنتوا كل سنة بيكون في عندكم عنوان معين صحيح؟ نعم. شو هالسنة كان برمضان؟ والله نحن نطلع عنوان بس مجرد أن للحملة وهذا حملتكم شو كانت هالرمضان؟ أنفقوا مما أعطاك والله، يعني هذه هي كأحد يعني الحملات اللي نحن سنويا نجددها، ولكن يظل الهدف واحد الأصل، يعني أننا نحن نحث يختلف العنوان لكن الهدف واحد نعم. نحث الـ 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 الأخوة جميعا المقيمين المواطنين كل من يعني لديه إحساس إنساني أن يبذل جهد في العمل الإنساني. ونحن طبعا الآن عندنا كذلك هدف أن نمكن الأسر تمكين إن شاء الله في المستقبل لسدهم عن الاحتياج، نحاول أن نجد لهم أعمال تكفيهم بدعم من الجمعية إن شاء الله. دكتور كمان أنتوا شو رسالتكم؟ شو بتحب تتوجه هلأ لكل مين عم بيتابعنا؟ نحن صراحة نتوجه لكل المحسنين بدعم مشاريعنا حتى نكون حلقة الوصل الحقيقية لإيصال أموالهم لمستحقينا فعلا، بناء على الدراسات وبناء على شفافية يعني وثيقة ما بيننا وبينهم إن شاء الله إن شاء الله. طب خلونا سوا نتابع مع الأصدقاء المشاهدين تقرير حول الجمعية الخيرية للأطفال المصابين بالسرطان ونعود أكيد للمتابعة. يجسد مستشفى سرطان الأطفال 57357 سيمفونية فريدة من العطاء تعزفها كل يوم سواعد التبرعات الخالصة، حيث يعد أحد أكبر مستشفيات الأطفال في المنطقة، يقع في القاهرة بمصر ويختص في علاج سرطانات الأطفال، ويتميز هذا المستشفى بكونه بني عن طريق التبرعات. بدأت فكرة بناء أول مستشفى لعلاج أورام الأطفال بمصر مجاناً في عام 1999 بعد ازدياد نسبة الأطفال المصابين بالسرطان وعدم مقدرة المعهد القومي للأورام في مصر على استيعاب هذا الكم الهائل من المرضى وموت الأطفال المرضى لقلة الإمكانيات لعلاج الكثير منهم.
وتصل نسبة إصابة الأطفال بالأمراض السرطانية في مصر إلى 10,000 طفل مصاب سنوياً، وقد فتح المستشفى أبوابه عام 2007. المتوقع أن تصل الطاقة العلاجية للمستشفى إلى 2500 حالة سنوياً، وهو ما يعتبر من أعلى النسب العالمية لاستقبال حالات سرطان الأطفال. كذلك نجح المستشفى في الوصول إلى نسب الشفاء العالمية من مرض السرطان التي بلغت نحو 70%. هو ليس مجرد مستشفى، بل مثال رائد ومؤسسة شاملة لمكافحة سرطان الأطفال، تقدم رعاية طبية لجميع المرضى مجاناً تماماً وبعدالة كاملة. فكثيرون هم الأطفال الذين كتب عليهم رؤية النصف الفارغ من فنجان الحياة وحده، لكن وبفضل بذرة إحسان بسيطة منا قد نستطيع أن نملأ الفنجان ونمسح دموعاً كان المبكر جداً أن نراها في عيونهم. أستاذ سعيد، بيصير في تعاون بينكم وبين الجمعيات الأخرى؟ جدا لا نستغني عن بعض، ونحن عندنا تعاون مع كل الجمعيات. والدليل أولا هيئة المكتوم الخيرية الإسلامي الخيري التابع لبنك الإسلامي، عدة جمعيات وعدة مؤسسات، نحن الإخوان في الإحسان، الإخوان عندنا الآن نحن بدأوا هم، وإن شاء الله أن نحن نتواصل في هذا الجانب ونعزز هذه العلاقة. لا نستقني، من قال أنه هو رايح يبحر في البحر لوحده فهذا البحر الخيري يجب علينا أن كلنا نكون فيه وكلنا عشان نغطي، لأن العملية الاجتماعية هي متطورة دائما ومتغيرة دائما، فوجودنا مع بعض يعزز المسيرة أكثر وأكثر. طب نتيجة الظروف اللي عم بمر فيها هلأ عالمنا العربي، لابد الاحتياج صار في كتير عائلات متضررة، عم بيصير في تعاون بين الجمعيات أيضا خارج الإمارات أنه لا كل جمعية هلأ عم تشتغل بالمكان اللي هي موجودة فيه؟ نحن في جمعية الإحسان طبعا مرخصين نشتغل داخل الدولة فقط. نعم. فلذلك تعاوننا مع الجمعيات الخيرية داخل الدولة الإمارات العربية المتحدة، زي ما ذكر الأستاذ سعيد احنا عندنا اتفاقية مع بيت الخير، عندنا مجمع طبي لعلاج المرضى، هم بيبعثوا لنا مرضى ونحن بيتم المعالجة على نفقتهم، عندنا اتفاقية مع مؤسسة محمد بن راشد صراحة بيدعمونا في المير الرمضاني بكبونات، بيدعمونا في فرحة العيد بالنسبة للأيتام كسوة العيد، بيدعمونا في الحقيبة المدرسية، عندنا تعاون مع مؤسسة زايد بن سلطان النهيان طيب الله صراحة الأعمال الخيرية والإنسانية، كل سنة بيدعمونا في برنامج إفطار الصائم، عندنا تعاون مع صندوق الزكاة بمساعدات شهرية لأسر أرامل ومطلقات ومهجورات ولمرضى، عندنا تعاون مع مؤسسة بيت الشارقة لمشاريع إنشائية خارج الدولة آبار ومساجد. فزي ما ذكر الأستاذ سعيد التعاون والتكاتف في الجمعيات الخيرية هذا أمر مفروغ منه تماما، ولا يمكن أن تشتغل لوحدك في سوق أو في أرض هي تعج بالمحتاجين. صراحة إحنا ما يصلنا من المحتاجين قليل جدا بما تحويه الدولة من محتاجين سواء كانوا إماراتيين أو وافدين. فنعتمد زي ما ذكر قبل الأخ سعيد الصديق، إحنا نعتمد على الصغاة في أنه يزكي لك بعض الأسر هم يمنعهم التعفف من الوصول إليك، فإحنا نصلهم ونقدم لهم معاناتنا بما لا يجرح كرامتهم تماما. فالتعاون مطلوب، بالعكس نحن نشد عليه ونتمنى أنه يكون في ربط إلكتروني يسهل العملية أكثر في الغريب العاجل إن شاء الله. يعني جميل أنه يكون في تنافس وتكاتف أيضا بالجمعيات الخيرية. طبعا دولة الإمارات بصفة عامة من أتوقع أنه كان في تقرير أن هي من 7 دول الأوائل في تقديم الدعم الخارجي للجمعيات وللمعونات الخارجية للدول الأخرى. ويمكن الهلال الأحمر معروف عنه سواء في دبي أو في أبو ظبي، معروف عنه الدعم الكامل للعديد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية والعربية وغير العربية. صحيح. نعم. هو كذا كان بضيف بس حاجة عندما تكون في وضع المجتمع أو الظروف الحالية، كذلك هناك بعض عوائل من الإخوان الوافدين أتوهم يعني عوائلهم من بلدانهم. صحيح. في هذه الفترة نتيجة الظروف. وأثقلوا عليهم، هو كان عنده يعني طاقة معينة يستوعب عائلته ولكن العائلة كبرت، ف
هذه اللي احنا كذلك توجهنا لهم، نظرنا لهم لدعمهم لاستيعاب هاي العائلة الكبيرة. طيب اللي بده يتبرع لبيت الخير شو هي القنوات؟ قنواتنا وسائلنا موجودة الإعلامية، سواء عبر النشرة اللي نحن ننشرها وعبر وقائعنا الإلكترونية كلها موجودة الحمد لله. يعني أنا حابة أتبرع لبيت الخير بيجي لعندكم؟ لا لا لا، في لا لا في حسابات بنكية موجودة؟ حسابات بنكية نعم موجودة، وفي نعم. الـ 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 مجرد ويتصل بهاتف معين ونحن مستعدين نوصل له في مكان. وهذا الشيء ينطبق أيضا على نفس الموضوع لمركز العين، زيارة المركز المقر المركز، أو أن المتبرع بيأخذ رقم الحساب في البنوك اللي احنا بنتعامل معاه وبيوضع التبرع بتاعه. نعم احنا نفس الشيء عبارة عن عن طريق المنادين الموجودين في المولات، في الأسواق، في المراكز التجارية، عبارة عن طريق الأرقام الحسابات في مصرف عجمان، دبي الإسلامي أو دبي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، بتصل كل التبرعات بتصل عن طريق هذه الجهات الثلاثة يعني. نعم، إذا أيضا كلياتكم في عندكم مواقع إلكترونية أيضا موجودة. كل شخص حابب يعمل خير ما أنه صعب عليه أبدا أنه يعرف كيف يوصل للجمعيات اللي هو بحب أنه يتبرع لها. شكرا كثير لكم، يعطيكم ألف عافية، رمضان كريم وينعاد عليكم، وبتمنى نكون مشاهدينا من خلال هالمشاركة وبهالحلقة قدرنا أنه نسلط الضوء على بعض الجمعيات الخيرية وإيصال رسالة طبعا بعض هالجمعيات الخيرية، آمنين طبعا من كل المشاهدين دعم خيري، وكل واحد على قدرته، مثل ما قال أكيد أستاذ سعيد ما تستقلوا بالدرهم. صح. أبدا ما تستقلوا الدرهم بالدرهم، لأنه درهم فوق درهم أكيد بيعمل الكثير. شكرا كثير لكم وإلى اللقاء. شكرا جزيلا.